هكذا بدأت شوارع رام الله في عيد الميلاد المجيد، فزينت الشوارع ووضعت أشجار الزينة في وسط المدينة، وغصت الشوارع بالشبان والشابات الذين ارتدوا ملابس سانتا كلوز، وقرعوا الأجراس احتفاء بعيد ميلاد نبي الله عيسى عليه السلام. وأعطت فرق الكشافة كعادتها رونقا خاصا لهذه المناسبة، احتفالات تأتي مختلفة تماما عن السنوات السابقة، كون أعياد الميلاد هذا العام تأتي في ظل ميلاد دولة فلسطين. هدية العيد في هذا العام للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده هي هدية الدولة الفلسطينية، وإن شاء الله في العام القادم تكون هذه الاحتفالات بدولة فلسطينية كاملة السيادة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وتكون الاحتفالات في القدس. يعني في ظل هذه الظروف أيضا تأتي هذا العيد في ظروف صعبة، ما زال الأسرى الأحبة في السجون، وهناك إضرابات عن الطعام، ما زال أهلنا في الشتات، وضعهم صعب ومأساوي للغاية خصوصا في مخيم اليرموك، ولكن هذا عيد المحبة وعيد السلام وعيد المسيح اللي هو فلسطيني، فمن فلسطين ومن أرض المحبة والسلام. شخصيات إسلامية ورجال دين مسيحيين تقدموا فرق الكشافة في المسيرة التي انطلقت من أمام النادي الأرثوذكسي العربي، وجابت شوارع رام الله في صورة فسيفسائية جميلة تجمع مسيحيي فلسطين بمسلميها، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني واحد وإن اختلفت أديانه. دعونا لا نتحدث عن الإخاء المسيحي الإسلامي، لأننا شعب فلسطيني واحد. هذا موضوع يعتبر من المواضيع التي لا تناقش في الشعب الفلسطيني. نحن شعب واحد، لنا هدف واحد، لنا دولة واحدة، لنا عاصمة واحدة، شعب قضيته الفلسطينية هي ما تجمعه وليس ما يجمعنا أي عقيدة. رسائل سلام من أرض السلام خرجت من المسيرة الكشفية للتأكيد على أن شعب فلسطين بمسلميه ومسيحيه يحلمون باليوم الذي تصبح فيه بلدهم دولة حرة، وأن يعم السلام في هذه الأرض التي لم ترتوي بعد من الدماء، متضرعين إلى الله أن يتوقف سفك الدم الفلسطيني. يعني رسالتنا في عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم أجمع، وخاصة لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يحتفل في هذا العيد المبارك فلسطينيين جميعا مسيحيين ومسلمين في مدينة بيت لحم وفي فلسطين أجمع. وكما جرت عليه العادة، فإن الفرق الكشفية الإسلامية والمسيحية تشارك دوما في جميع الأعياد الدينية لأصحاب الديانتين في فلسطين، وفي الأعياد الوطنية أيضا، للتأكيد على لحمة الجسد الفلسطيني الواحد. أكثر من قرنين مر على ميلاد عيسى عليه السلام، ولا يزال مسقط رأسه وموطنه فلسطين يعاني من القهر والحصار والاحتلال، ولكن أمال هذا الشعب لا تزال بإقامة دولته المستقلة وتجسيدها على أرض الواقع. فراس طنينة.